شكل موضوع أعلام المقاومة المجاهدون الأطفال أنموذجا محور ملتقى وطني أشرف على افتتاحه اليوم بدار الإمام بالمحمدية وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العدربيقة والمفوضة الوطنية للطفولة مريم شورفي. وعلى هامش الملتقى نظم معرض لأطفال فترة المقاومة ومعرض للخط العربي ونشاطات للمركز الثقافي الإسلامي مخصصة للأطفال، كما قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتدشين عدد من المساجد والمدارس القرآنية. الجزائر في الحقيقة أطفالها رجال، بالعكس أطفالها أبطال. قد تحدثنا عن عمر صغير وتحدثنا عن غيره ممن صنعوا الملحمة الجزائرية والتي تعتبر نموذج الأرقى والأسمى والأعلى في الدفاع عن الوطن والدفاع عن الحرية وتقديم التضحيات وتقديم الشهداء وتقديم كل غالي ونفيس من أجل هذا الوطن أن يبقى حرا مستقلا.